يجمعنا واياكم في الجنه ويحسن ختامنا اجمعين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا من البدايه ان الدنيا دي كده، عشان ما تقولش انا ما كنتش فاكرها كده. لا، ربنا قال لك انها كده. قال لك وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. قال لك لقد خلقنا الانسان في كبد. ووضح لك ووضح على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي بيقول لك اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل، فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه او على حسب دينه. يعني ما تفكرش عشان انت بقيت صالح وبتصلي وبتعبد ربنا، وما تفكرش عشان انت لبست حجاب وقربت من ربنا وبتطيعي زوجك وبتكرمي ولادك وبتربيهم، ان خلاص يبقى مضمون لك ان انت لازم تعيش حياتك كلها في نعيم وفي سعاده. السعاده الحقيقيه ان انا اكون قلب موصول بالله سبحانه وتعالى. ده اللي احنا عايزين نقوله، ان مش الجنه ان احنا نعيش من غير بلاء، قد يكون البلاء نفسه هو عين الجنه.